تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع تطوير تقاطع شارع المحزورة وشارع الاستقلال ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية. وأضاف الوزير أن هذا الإجراء التحسيني سيسهل من عملية الانعطاف يمينا للحركة المرورية القادمة من شارع المحزورة إلى شارع الاستقلال، بحيث يكون عدد المسارات 5 مسارات، مسارين للانعطاف يسارا ومسارين للاتجاه شرقا إلى شارع 47 ومسار للانعطاف يمينا على شارع الاستقلال. ولفت سعادته إلى أن عدد المركبات المستخدمة للشارع يوميا تبلغ نحو 50,000 مركبة في الاتجاهين بمعدل 3,200 مركبة في الساعة أوقات الذروة، بينما سيقلل المشروع من زمن الانتظار على شارع المحزورة بحدود 28%، وسيحسن من كفاءة عمل التقاطع بنحو 10%، كما يشمل المشروع تحسين الإنارة على الشارع.